سنة اللي طايلة كل حال. تليكو خاوتي شباب قماش تاعو كوط وعليكم السلام على السلامة العزيز. جوز خون جوز مرحبا بكم. جوز عليكم السلام. 1500 زوج دو 1500. عندنا تاع 100,000 ثاني خو. جاك جونس هاو ليك هذا كاع 100,000 حبة. هذا واش قاعدين تاع بروموسيون شوف شنو تاع بور تاع البارح خلاص الباس اللي تاع البارح خلاص وكاع تاع البارح خلاص وكاع لي باسكات. شوف ضربت لك شنو تلقى هذا لي بوانتات لا مزيان اخو خرج لي ابرز الله يحفظه عليكم السلام ابرز المعجبين عمر تاع لي زونسيان معنا ياسين قبة ثاني لي زونسيان يونس كنت نعرفهم خلاص زازا سليماني كنت نعرفهم خلاص لي زونسيان معايا اخو صح يا اخي هناك بيدر يا عمري غادي نديرو لي فريزون ميمو نديرو لي فريزون توصل معاهم انستغرام انستغرام نديرو لي فريزون ميمو بالسومات هادو ما فيهمش لا ديفريز تحب ديرهم ديرهم يا اخو تحب ديرهم ديرهم يا اخو توتر على جاتريك انا كل حاجه شحال فيه فايده 15 متر حبه باش روتر ما قداش روتر انت تضرك يا اخو تولي بالخساره يا اخو تولي بالخساره والله بالخساره انا شحال احنا 15000 لا شحال بدي فيهم كاس 100 في الحبه اش كيف شحال بدي كاس 100 في الحبه هذا والله يا خويا غير كتب بها بجوج حبه ندير فيها كاس 100 في الحبه هذا كتشوفوا فيه باك الناس ما تامنيش ولا بصح صحاب الدومان يامن هذا باك هذا باك الناس ما تامنيش بصح صحاب الدومان والله غير يامن صحاب الدومان يامنون بالو مش نقول لهم صحاب الحوايج صحاب القشي بيخدموا الجمله انا 15000 في الجمله ندير فيها دوكا كاني ندور ب 15000 في الحبه في الجمله دوكا ندير 15000 في الديطا 15000 صحاب اللي يشري صحاب الحوانت يشريو غالي عليا باسكو ماشيش كيما انايا هذا دوك ربي ان شاء الله يعاونهم بصح انا شي شويه رخيص على صحاب دوك انا كنشري كونتيتي كبيره واحد يجي يحاول يشري 100 حبه انا نشري سقامني رخيصه سوما هما يشريو اما كان كنبيع لك 125,000 حبه وما ديك 125,000 يتقاملوا جمله في الحبه واحده انا ليك واش خاوتي اكو تشري سومه الجمله في الديطا باش تعرفوا خاوتي صدقوني يا خاوتي غير اكو تشري سومه الجمله في الديطا باش تعرفوا هاد الحاجه ديالهم يحمي حلو هادو اصحاب الحوانت يبيع هذا في الجمله يشريوا بهاد السومه هادي لاني نبيع فيها انا شي في الجمله انا ما نفسد لهم السوق خاوتي ربي يعاونهم ان شاء الله ما نضر حتى انسان ربي يوفقهم ان شاء الله مي ما غاب خاوتي انا ندور خلي الشعب يلبس ياه الله غالب هذا اصحاب الدومان اصحاب الدومان تاعي واصحاب الجمله واللي يعرف صحابه يبيعوا الجمله هاد التريكو خصهم نقول لهم شحال او شي كتشوفوا فيه بجمله يسمعوا يقولوا لهم يقول لهم يقول لهم اخينا ما راناش فاهمين واش هو يبيع يقول لك انا كان يبيع لك انا ما غاديش ندور ب 15000 من حقه يقول لك انا الشقوه تاعي ندور التريكو انا تيكون دير فيه 15000 في الحبه خوتي عادي والله غير خوتي غير عادي الحمد لله 15000 في الحبه جوج حبات الحمد لله يا ربي كاين عباد خوتي التريكو ما يقدرش يدور ب 15000 يقول لك مهبون ندور ب 15000 يقول لك مهبون ما يقدرش ب 50 يدور ب 50 ب 60 انا ب 15000 فيها بهراك الحمد لله يا ربي يا اخو واش كيفاش يخدم خاوتي انا ديال النمط تاعي تاع خدمه انا في الخدمه تاعي عندي ميثود نخدم بها تقاد كل انسان عنده سير المهنه تاعو كما كاين بيتزيريا خاوتي انسان يخدم البيتزا ما يقدرش يمدك لا روسات سير المهنه تاعو يخدم بها الناس تقصدوا عليها الناس يخدموا كارانتيطا ما يقدرش يمدك لا روسات حتى يمدك لا روسات ما تقدرش طيبها كما هو سبحان الله جور يدو فيها البراكه جور يدو سبحان الله تحيا كيما حنا نقولوا فيها البارد تحيا سبحان الله يا اخو عنده بنا يده يا اخو اليد كم سبب كاين عباد تمدو يطيب لك طعام والاخر يطيب لك طعام بيد وحده وبروسة وحده وبميزان واحد والاخر تجيب لنا انا الاخر تحيا سبحان الله ربي يا هذا كان اخوتي عندي سن المهنه تاعي يعني انا عندي ميطو تاع خدمه تاعي بزاف واعره وبزاف صعيبه وناس يقدروا يخدموها بصح صعيبه بزاف ناس يقدروا يخدموها انا معاك بصح صعيبة بزاف لازم تصبر فيها وفيها فيها بزاف ماشي سهلة اليوم انا شاب قال بسمع اليوم مازال فرحكم طيح عليك البركة دعوة الوالدة شوف هذه صعدة يعني عندي دعوة الوالدة والوالد والدي انسان ما يكذبش يا خويا ياسين قبة عندي يما الله غير تدعي لي بالخير يا جا البارح الجمعة البارح ربي يحفظ البارح يا عيطت لي الجمعة قالت لي ادعي اخر ساعة قالت لي دعاء مستجاب فاهم البارح قلت لها اخر ساعة عيطت لي يما قالت لي اخر ساعة دعاء مستجاب البارح الجمعة قالت لي غير دعي الله يحسب لك بحبه 100,000 وخير خو راك فاهم من بعد قلت لها شوفي الحاجه قلت لها يا خي كي حيبان خطك واحد احب جوع الحب حاجه حب حاجه حب واحد حاجه نديرها لها الحاجه ماشي جوع واحد عفسه جو سبيسيال قلت لها شوفي غير كثري لي دعاوي بس نترفه مليح شريها لك نديرها لك يا قلت لها غير زدي دعيني دعيني مليح والله هذا قال لها غير دعيني مسكين ربي يحفظها لي يا زدي دعيني مليح شي حاجه نديرها لك يا هذه هي ولا عايش يا مدعوي الوالدين تاعنا خو ما صح يا خو داك كيفاش حب ربي سبحانه يفتح لك انت بابك ويمك عاقهم واش راضيين عليكم انا خادم زعما نقولك زعما هكا زعما جوراني نبارهم 100% قال انا نفرض في حقهم خاوتي وجور كاع رانا سامحين في والدينا
بصح الانسان كما يقول لك ماشي يكون كما يقول لك عاقهم بزاف وعيطوا جوري كاين بزاف ديال احنا جو ماشي احنا هكا واش انا ندير جوري باك ناخذ لهم شويه الراي هكا وكدا حاجه خفيفه نتهلاو فيهم وما نقول غير ما نفرطين فيهم كاين عباد وين نبانوا حنايا يعني انا باه يحكي لي بالح سيد بالله غير يحكي لي سيد غير قلبي وجا لي يحكي لي كيفاش كان يتعامل مع باباه والله يا ايمن بابا يخرج من الدوش بالجمعه كل جمعه سي ساكر يديرها بابا يخرج من الدوش يقول بابا تكسل بابا جوم يجي يكسلو في الصالون يبدا له ماساج في رجلو يبدا يدير له ماساج 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 يدلك له رجلو يدلك هالو ماساج ماساج وبابا يدعي له قال لي حتى يأذن جو الأذن الأول تاع الفجر يا خو وما يبربر فيها بالجمعه كل جمعه قال لي نديرها له راك فاهم خو شوف بالماساج بالماساج قال لي انا الماساج قال لي نبدا نطلع له يقول له تما يا وليدي تما بلاصه هذه قال لي نبدا نطلع له غير تما يا وليدي والله العظيم يا خو قال لي والله يحكيها لي قال لي غير حتى اذن اذن قال لي بابا يدعي لي قال لي ندير بابا يدعي له وشوف دار الدنيا يحكي لي هو هذا انسان كبير شويه في العمر باباه ما ذاك باباه يقول له كش ماك بابا جور قال له جور كش ماك تحس يا وليدي وما يحس والو فهمني خو يكون يدير له ميساج باباه يتبربر ومن بعدك السيد بابا توفى الله يرحمه تبع الحكايه مليحه بابا توفى الله يرحمه بعد ما تعيط بزاف هذا نقص شويه صوتي هذا في السطار قلت لك باش خذ القصه باش يستفادوا منها يا خو هذاك السيد بابا توفى الله يرحمه توفى بابا السيد مع الوقت تزوج وجاب دراري يحكي لي قال لي والله يا اخينا ولا هو يخرج من الدوش يتكسل يجي وليدو يدكلو في رجلو قال لي وليدي يدلك لي في رجلي قال ما قال لي هذاك واش نقول له هو هذه حكايه باش تكون بالك خوتي سفود هذا واش يقول له خوتي واش يقول لوليدو يقول له وليدي شمالك تحس كش حاجه يقول له يقول وليدي يقول لك تحس كش حاجه وليدي يقول له ماني نحس والو يقول لك انا راني نحس واش كان يحس بابا سبحان الله يا تسمى هاد الانسان حكى لي الحكايه هذه عارف بلي انا راني مفرط بزاف ماني داير والو تسمى كاين عباد خاوتنا واش العزاز بس تسمى خاوتي كاين عباد مطالعين في ودي حنا وين نبانو حنا ما حنا باك حنا تهلا فيها مغربه وشنو تهلا فيها هكذا ما سطحيه كاين عباد بارين والديهم الله المستعان ان شاء الله ربي يوفقنا باش نبرو والدينا وانسان اللي عنده مشاكل مع بابا ولا ما يفريا مع مخك بس كان يدوم غير الصح ما كان يدوم غير الوالدين خاوتي حاجه ما تدوم بدرة الأورانج عنده يومين من الدا نعم تاع البرومو انا شوف هاي المده ديالنا ما في غادي يطوف في الاورانج لا لا نجي ندير بلون ما لبستوش باك خو ما لبستوش مزيان خلاص ما لبستوش جيبو ما كاينش مشكل علاش ما كاينش مشكل ما لبستوش جيبو هذوك 150 زوج هذوك خذ زوج حبات 1500 زوج حبات 1500 خاوتي ايه بالوالده مريض انت يا اخو انا مفرطين فيهم كاع احنا شعب جزائري كاع مقلقين مع والدينا يهضر لك هضره ما نروحش ما نشريش يا اخو اخو طلع معايا حاجه اهو نحكي واقع يا اخو شكون تباتو يما راح يشري شكون يعيط بابا شغل يفريها له اخو قليل غير قليل يا اخو سيدي انا فتوى تزوج اخو اذا كان يطلع ما يشوفهم الجوع اخو يرمي لهم كاع الموش بيه اخو اللي ربي يقين واش يقين يقين بابا ربي يرحمه حتى الانسان الانسان بابا كي توفى له يقين ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له ما خو اي حاجه ديرها له تحقلو في قبره يا اخو صدق عليه الماء في قبره دير له مصاحف هكذا وقف لها في قبره ولد صالح ثاني ربي يرحم موتانا ان شاء الله واللي عنده والدي خاوتي حيني تهلا فيهم قبل ما يروحوا السلام عليكم كما يقولوا اخو لك هذه يا خويا عنده خوتي انا نقول خوتي عنده كش مشكل ولا عنده قافل حب يديرها ما يقدرش ولا يعيط يما يقول يا يما هدي لي حنا عندي واحد البروجي دعي لي دعي لي يما دعي لي ادعي لي يقول ادعي لي ربي يفتح عليا يقول هكذا اي حاجه ديرها عيط لي يما يقول يا يما دعي لي عندي افر شاب ادعي لي ربي يوفقني فيها عندي حاصل بالكريدي زعما الانس عنده كريدي هكذا حاصل ولا عيط لي يما يقول ادعي لي اي حاجه اي حاجه اخو يا ربي يستجب لهم يا اخو شبيه اخو انا والله مع الاب تاعي الحمد لله انت يقين درتها مني انت يقين انت بابك مثلك ما عندك خويا يقين بابه ما تراضي يا خويا الله يبارك او يقين بدي دعوه خير يا غير يا اخو واش نستحبوا هكذا قول والله خويا صر الدعاء واش نقول لك والله وانت فري انسان ما كان والو يا سيدي ربي يحفظك بارك الله فيك انسان طيب ربي يهدينا الله ربي يحفظك يا انا ما كان والو العزيز الله يحفظك ام طيب وانت وجه الحال بروموسيون تاني سبرينغ في تخو ميسا سوخير العزيز من اس دبل اكس اف يا خويا هذا ما تلقاش غير 700000 هذا باش تكون على بالك هذا السومه دي كاع ما تلقاش معاها
هذا في الجمله باعوا اكثر بالسوماديه واش تعرفوا هذا صدقني غير هذا غير حوان هذا حوان تباع 350 هذاك تشوف هذا باع 3500 فيه فيلي طيب اغسلوا البس هذا اخو القماش تاعو ها وشنو برومو انت براسك تبان ايه جيب لي لهم والوالدة ربي يشفيها فيها يا اخي يا هاولي خاوتي هاولي هادو كاع جوج حبات ميساس ها كاين لي با هاولي جوج حبات ميساس هذا شباب اخينا زوج ميساس خير ها شوف الماب بين الحق عليك في المابس اكتب اوريجينال شي اخينا دويره جيبك حتى الحانوت خو اكتب اوريجينال شي اخينا دويره اوريجينال شي اخينا بليده جيبك البليده اوريجينال شي اخينا رويبه اوريجينال شي اخينا القبه اكتب في المابس اوريجينال شي اخينا دويره جيبك حتى المغازا خافي هم طيبون بس بصباح قوه عالميه البولو ها خوتي جاك جون سلقس دور امباطي دوما اللي سجد روح تلبس خويا مع الزعيم ياسين قبلي حب حب ابرا ولدي في حبي ابرا انا خو صدقني في حياتي ما زمش انسان عق ولدي بكري ودوكا دوكا نحكي لك نحكي لك 20 سنه الله للفوق دوكا ما زمش انسان ربح يا نعرف كان نعرف في عباد عاقين والديهم كدا ما زمش انسان يا خويا دوكا نتلاقى مع 10 سنين كازو ما تلقاش انسان ربح يا خو في حياته يا خو والله ما تلقى انسان ربح يضرب باب الناس لحقوا يضربوا والدي الله المستعان يضرب يمه يضرب والدي يبهدل يمه قدام مرته تيماجين يا خو يمه لي رباته ولي كبراته ولي سهرت عليه ولي رجعته راجل يضربها يعيط يرخص يمه قدام مرته يا خو تيماجين يا خو دي محال دير اخو طيح قيمتي يمك قدام مرتك اخو مرت فوق عيني وراسي يما اخو تقعد مالك اخو كان يكون سلام يطيح قيمتي يما قدام مرته يبهدلها يعيط على يما قدام مرته يا اخو مي ما كما كيفاش حمرتك بتركب لك فوق راسي يما بحال جاب بين تركب لك فوق راسي يما اخو كي تلقاك انت زنده ومقيم يما ما تدناش ما تدورز اخو على بالا بلي تري روج خط احمر اخو يطلق انت تبهدل في يماك وتعيط على بابك وترخص في بابك وقدام يماك يا سير خو يماك تريروش خو يماك خويا خط احمر خو وقاعد ترون بلاصه خويا غير يماك خويا يماك تعا مرتك تعاود نسيبك يتعاود نسيبك تتعاود يماك متعاود خو يماك واحدة والله ما راحت والله ما تولي يا اخو خلاص السلام عليكم مهم خاوتي مرحبا بكم في دويرة شوفوا طيبهم بقوة لي بروموسيون راه مقلعو دوكا تري كوات ام ليك خاوتي الايدي اليك النايك خاوتي بقوة النايك تاع البواطا خلاص وخاوتي هاني زوج حبات هاني زوج حبات زوج حبات واش خاوتي هادي ما تبغيش خلات دخول مدرسي يا بس تدخل سلعة بعد ما تاني سلعة خاوتي تدخل تسمى تاع الاير فورس ودنك تدخل تسمى انا اخويا اخينا يماك واخينا يماك واخينا ما يتعبد ما كان والو لا يقل ربي يهدينا يا اخي لا راح يتعاوج حاجه باينه يا اخي جوا تخرم مني بالك يتعاوج حاجه باينه اخو لي بروموسيون راه اخر لي بروموسيون السلام عليكم خويا شاف لي ميل باش علي ما كتبت التجار قال لك راح اخينا اسمع قال لك لا رحت انا التجار يخرجوا كاع يدي فيلي في اودا وكانين صدقني يا اخي نخرج دي فيلي يا اخي قاك لاكسون لي في ميجان برا اخي لا راح تهناو مني وش بيه خلاص خلاص يعاود يولي سومات اخو اي فرح وش بيه خو قاعد بيه اخو صدقني انا الحين كان يحكي لي صاحبي يخدم الجمله واحد صاحبه قالوا هذا اخينا علي قالوا لازم يموت هذا قالوا ما قدرنا نلوش يا اخو قالوا يرحم يمك ما يمرض الله يسترنا قالوا ما يمرض ما يصرى له والو هذا قالوا ان شاء الله يموت يا والله غير هكا يا اخو قال لك لازم تمنى لي الموت يا اخو باش يولي يخدم الاز يا اخو ايه ابو لا علاش 100 تمنى لي الموت الله المستعان انا صدقني غير يخرجوا كاع يدي فيلي خويا خوتي مرحبا بكم في دويره مرحبا بكم لي بروموسيون تاع تريكوات قلعوا دوكا ماد بريك العالميه دي غيبه خويا تحياتنا مولا شبل اخينا مصطفى حبيبي نحيي بزاف ناس ولا شبل ولا شبل اللي ما يعرفهاش خوتي في بيرتوتا ولا شبل العالميه خويا بيان سور نحييهم بزاف 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 عامل خوتي مرحبا مرحبا بكم خوتي شرفونا بحضوركم في دويرة لي بروموسيون ايه الزيوي هنا يا زيوي والله ما اشتكي يا الزيوي ده غير وا الزيوي ميور كارانتي في دويرة يا اخو ميور كارانتي يا اخو زيوي زيوي تقدر تمد لا روسيت تقدر تعطيها تاع كارانتي تقدر تمد لا روسات اه شو كيف ياخذها كان يقولهم هذه عليها كل يساعدوا سلمي هنا تاع واخو مين شاطي لاروسة تاع كارطي هذا اخو هذه هي قالك انا كي نمد له لاروسة تاع جبتي كوتي مدها لي كل انسان عنده سلم مهنة تاعو صح الله صح اخينا انسان صادق تاع
طارق الله يحفظك خويا على ما كان والو، والله ربي يحفظك ربي يهدينا يا خو. ميم خوتي مرحبا بكم، شرفونا بحضوركم في اولي ديبي ميساس ودخلوا حبه ميساس اي ما تختاري دخل غير طلعوا من تحتها. حبكم كاع في خوتي، مرحبا بكم خوتي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم.